الحديث أكثر عن آخر الأوضاع في مدينة بنغازي وآخر المستجدات، ينضم إلي أحمد السرماني مراسل قناة ليبيا الحدث. محمد السرماني، عفوا محمد، في البداية أهلا بك، ضعني في آخر المستجدات في المدينة. أرى الآن أنت أمام مصرف الجمهورية في مدينة بنغازي، زحمة وازدحام للمواطنين خلفك، حدثني أكثر عن الأوضاع في المدينة وعن المشهد الذي نشاهده خلفك الآن. أهلا بك حمزة وبكل مشاهديك. نحن الآن متواجدين أمام أحد المصارف في مدينة بنغازي بعد الظروف التي مرت بها مدينة بنغازي من الإظلام الذي شهدته مدينة بنغازي طيلة الأسابيع الماضية. اليوم يتفاجأ المواطنون من نزول السيولة برواتب أعداد يعني قليلة. اليوم السيولة 400 دينار فقط للمواطن الذي لم يتقاضى أجره ومرتباته منذ أكثر من 3 أشهر. تشاهد الآن، توضح لك الصورة أكثر، هذا الازدحام أمام المصرف. الساعة الآن الساعة 12:30 والمصرف يغلق أبوابه مع الساعة 2. يمكن أن يكون هؤلاء المواطنين جلهم أو بعضهم لا يصلون إلى شبابيك صرف المرتبات لهذا اليوم بسبب هذا الازدحام. يعني الصورة جاءتك متأخرة الآن، كان الازدحام أكثر من هكذا. هذا الوضع المصرفي أو الوضع السيولي داخل مدينة بنغازي. أردنا من بعض المواطنين أن يدلوا بآرائهم حول هذا الموضوع، لكن مشتعلين وغاضبين جدا، يعني لا يستطيعون حتى مواجهة الكاميرا ليصفوا لنا شعورهم. نعم، هكذا طيب. الأوضاع يعني أمام هذا المصرف كما نعم. كما كانت لديك الصورة حمزة. نعم. طيب، هل تواصلتم مع إدارة المصرف أو أي من المسؤولين في المصارف في مدينة بنغازي، وماذا قالوا لكم؟ حاولنا الاتصال ببعض المدراء داخل المصارف، لكن كما تعلم اليوم يوم ازدحام ويوم عمل مكثف لدى هؤلاء. يعني لم نستطع إيجاد الوقت لأخذ لقاءات أو تصريحات منهم. نعم، طيب، المصرف الذي تقف أمامه الآن، كم هو سقف السحب اليوم فيه؟ نعم، كما أخبرتك سقف السحب في هذا المصرف 400 دينار. أحد المواطنين قال لي أن في بداية السقف كان 300 دينار، لكن فوجئوا بأن سقف السحب غير في هذه الساعات إلى 400 دينار. هذه هي مصرف الجمهورية في منطقة الحدائق. المواطنين ما زالوا يترصفون ويتصفون من أجل قبض مرتباتهم التي طالت لأكثر من 3 أشهر. 400 دينار كما قال لي المواطنون هنا هي الأصول أو المرتبات التي صرفها لهم المصرف لهذا اليوم. نعم، إذن حالة امتعاض شديدة أمام المصرف في مدينة بنغازي وفي كافة المدن والمناطق الليبية جراء السقف القليل جدا مقارنة بأشهر الانتظار التي عاشها المواطن. سرماني، أما عن باقي النشاطات في مدينة بنغازي، حدثني عن الوضع بشكل عام. طبعا مدينة بنغازي اليوم، البارحة طبعا كانت عطلة رسمية ومساء السبت كما كنت تعلم، لكن الحركة كانت طبيعية جدا، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي ممكن كانت الطرق تشهد ازدحاما كثيرا لخروج بعض الناس إلى الشواطئ وإلى للترفيه عن أنفسهم كما نقول. لم تشهد المدينة ممكن في هذا الأسبوع، يعني بداية الأسبوع، إلا ازدحاما على المصارف. الشوارع الرئيسية اليوم مزدحمة بشكل رهيب للورود على هذه المصارف. طبعا المواطنون هنا، أردنا أن نأخذ بعض المواطنين ليكونوا معنا ليوضحوا لنا آرائهم أكثر، لكن كما قلت لك زميلي، لم نحصل على أي أحد يريد الخروج أمام الكاميرا ويدلي لنا عن أي تصريحات. نعم، أشكرك جزيل الشكر محمد السرماني مراسل قناة ليبيا الحدث، كنت معي مباشرة من مدينة بنغازي، شكرا جزيلا لك.